واحد الطالبة تسأل تقول هل يصح أن نجعل الأناشيد الإسلامية بديلا للأغاني؟ ما فيها أناشيد إسلامية، أبشركم، إسلامية ما فيه إسلامية. الإسلام ما هو دين أناشيد، الإسلام دين كتاب وسنة ودعوة إلى الله عز وجل. ما الأناشيد الإسلامية هذه عند الصوفية، هم اللي يتخذون الأناشيد دينا يدينون لله به. أما أهل السنة والجماعة فلا يعتبرون الأناشيد، وإنما يعتبرون الكتاب والسنة. نعم.